والنضال ساير ساير تحية ل20 فبراير والنضال ساير ساير تحية ل20 فبراير والنضال ساير ساير تحية ل20 فبراير المغرب الجزائر المغرب القامع والتشريق المغرب الجزائر المغرب القامع والتشريق إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام ويا شباب الحرية يا شباب خلدوا اليوم ذكرى 12 ديال حركة 20 مرار بنفس الشعارات المرفوعة منذ 12 سنة اللي هي محاربة الاستبداد والفساد. الاستبداد متفشي، هناك ليست هناك حرص على المال العام، هناك هدر للمال العام، اختلاس للمال العام، محاكمات قليلة وضئيلة لبعض المختلسين والناهبين. الاستبداد كنشوفوه من خلال اعتقال المدونين، الصحفيين، النشطاء الحقوقيين، بل أكثر من هذا حتى رجال التعليم ومحاكمتهم. الآن كيتحاكم 81 رجل تعليم، ثم المدونين كذلك ونشطاء المواقع الاجتماعية والحركيين. وبالتالي حنا كنخصو في هذه السنة واحد الحالة استثنائية، هو ارتفاع الغلاء الفاحش لجميع المواد ولجميع الخدمات في الوقت اللي الشركات الكبرى تراكم الأرباح. لحد الساعة منذ تحرير ديال المحروقات الشركات ربحات 42 مليار ديال الدرهم، وهاد 42 مليار ديال الدرهم خارج الضوابط، وبالتالي كترفض السقيف، كتصدر المراقبة، وهاد الحملة ديال المراقبة اللي كيديروا كيمشيو عند خدار ولا عندها، يجب مراقبة الشركات، يجب مراقبة المضاربين، يجب مراقبة الناس صحاح، يجب الحد من التصدير والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي اولا لجميع المغاربه. عاد تفكروا هذيك الساعه في التصدير، اذا فين مشات الفلوس ديال المخطط الاخضر؟ فين مشات ما يسمى بالمشاريع التنمويه؟ بالمناسبه قاسين عندنا الحمايه الاجتماعيه، حاليا يمكن نلقاو بان هناك تراجع كبير رماد حسن بالمناسبه مع الوضعيه الحاليه. الان الناس كيعانيوا اكثر، فخاصه على مستوى التغطيه الصحيه، ناهيك عن انتشار ديال البطاله اللي كتعرف ارقام قياسيه، ماشي حنا اللي كنقولوها، كتقولها المندوبيه الساميه للتخطيط، ارقام قياسيه بما فيها البطاله ديال حاملي الشهادات والبطاله ديال الشباب. هذه الحكومه عليها ان تعيد النظر في السياسات العموميه وان تتوجه راسا بلا خطابات بلا والو نحو المعالجه الحقيقيه للقضايا الاجتماعيه، وفي مقدمتها الرفع من الاجور، الرفع من المستوى المعيشي ديال المواطنين، الحد من الاسعار، اعاده النظر في اثمنه ديال المحروقات مع 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 تسقيفها، فتح الاسامير الى غير ذلك. وبالتالي هي مطالبه باتخاذ اجراءات استعجاليه لان المصوص العظم والمغاربه راه تحقروا بما فيه الكفايه، يجب رد الاعتبار للمواطن والمواطنات. وشكرا. الوقفه ديال اليوم تجي في اطار ديال الاحتجاج على الحقره، على القهره اللي ولات يعيش فيها المواطن، خصوصا المواطن على المستوى ديال المدينه ديال مراكش اللي ولات عرفات واحد الزيادات اللي صاروخيه، بات معها المواطن غير قادر على توفير لقمه للابناء ديالو بحكم هاد الزيادات اللي قهرات الجيب ديال المواطن المراكشي، جعلته انه يولي تيفكر في الدخول للمنزل ديالو بحكم ان جميع المواد الاساسيه ولات بواحد الثمن اللي خيالي، اللي ما قدرش معها باقي يوفر لقمه العيش قلت للابناء ديالو، في ظل كذلك ديال التجميد ديال الاجور اللي ما ولاش تتناسب مع 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 هاد الموجه ديال الغلاء اللي ما حنا ما عارفينهاش فين غاديه، هاد الموجه ديال 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 شعيل العافيه في الجيوب ديال المواطنين المغاربه، ما بقيناش عارفينهم فين غاديين بيها وفين بيديونا بهاد الزيادات المتتاليه اللي بتلا معاها تنطرحوا واحد المجموعه ديال الاسئله لصالح من؟ وشكون هو المستفيد منها؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.